تعالوا نروح لموضوع آخر. الحقيقة بعد نجاح كوب 27 اللي أقيم على أرض مصر في شرم الشيخ، وشفنا قد إيه المبادرات اللي حصلت الوطنية وكل الناس الحقيقة شاركت فيها، وكان يعني في مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم الإقبال أو فتح الدورة الثانية من هذه المبادرة، مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من خلال الموقع الإلكتروني www.sgg.eg. طبعا تم فتحه من أول إبريل. المشاركين هيكونوا من كافة المحافظات، هيقوموا بتقديم مشروعات بتمثل حلول لتحديات تغير المناخ. ومنذ فتح باب التقدم، حرصت المحافظات المختلفة على نشر الوعي بأهمية مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال إيجاد حلول عملية ممكن نحن نطبقها على أرض الواقع، بتساعد في تخفيف والتكيف مع أثار التغير المناخي. وبتهدف هذه المبادرة منذ انطلاقها إلى إشراك جميع الأفراد والمؤسسات في العمل المناخي. والحقيقة أنه الجميل جدا والعظيم جدا من هذه المبادرة أنه لم يقتصر عمل المبادرة على أنه كوب 27 فقط، وأنه هو بس عشان كان منعقد على أرض مصر، ولكن بالعكس مستمر العمل فيه، لأنه مصر عندها الإدراك والوعي الكبير جدا أنه إحنا مدركين أخطار التغير المناخي، وأن الموضوع مش مجرد مؤتمر ولكن هو مشاركة لإيجاد حلول بشكل عام علشان الأجيال القادمة. والمبادرة اللي إحنا بنتحدث عليها هي مبادرة ذكية. بمعنى إيه؟ هي إشراك التكنولوجي في القصة، وأنه إزاي نستغل الذكاء الاصطناعي في الحلول لهذه القضية. معانا دلوقتي على الهواء مداخلة تليفونية مع السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وسعيدة جدا بمشاركة حضرتك معانا معالي السفير. أشكرك أستاذة داليا، وصباح الخير عليك للسادة المشاهدين، وانت عرفت المبادرة أحسن مني، فيعني ما شاء الله، يعني دي شهادة أعتز بيها جداً. شهادة أعتز بيها معالي جد. السفير، عايزين نتحدث عن يعني نجاح الدورة الأولى، وما هو الجديد في الدورة الثانية؟ أولاً عايز أهنيكي على دورك وعلى توعيتك للشباب والأبطال والبرنامج بتاعك، إن فعلاً دي كلها الرسائل اللي أنت تبعثيها من خلال البرنامج بتاعك رسالة هامة جداً، لأن هو النشر والتوعية ده حاجة رئيسية بالنسبة للتنمية المستدامة. ولكن رداً على سؤال حضرتك، طبعا الدورة الأولى كانت ناجحة، إن هي حققت مكتسبات مهمة جدا. أولا لأول مرة في تاريخ مصر عندنا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية. النهاردة لو جاء أي واحد مستثمر أو أي واحد عايز يفكر في مشروعات بيئية، هيقول طب فين الأوبشنز، فين البدائل اللي عندكم؟ هنقول اتفضل، عندنا 6300 مشروع اتقدم السنة اللي فاتت متاحين، فبقى عندنا قاعدة بيانات لأول مرة لهذه المشروعات. اثنين، قدمنا حلول مصرية موجودة من نبعة مش من الحكومة، نبعة من الناس، نبعة من الشباب، نبعة من المحافظات مش بمعنى المحافظة كمحافظة، ولكن نبعها من مواطني هذه المحافظة من المحليات، فدي حاجة إيجابية. ثالث حاجة، عملنا شراكات ذكية ما بين المواطن اللي بيقدم على المستوى المحلي ثم الوطني ثم العالمي. أصبح النهاردة اللي فائزة بمشروع معين في مصر، مثلا اللي فازت بمشروع المرأة في القاهرة، قدمت مشروع اسمه خردة، بتاخد بعض البقايا من الخردة وبتعمل بيها حلي ومجوهرات وهكذا. فدي بدأت من حاجة محلية إلى وطنية ثم إلى عالمية، بقت عرفت اسمها على المستوى العالمي. فده برضو من المكتسبات. قدرنا لأول مرة نعمل كوادر على المستوى الوطني والمحافظات قادرة أنها تقيم المشروعات الخضراء الذكية وتتعامل معها، وأن المحافظات النهاردة بقت تتواصل مع المواطنين لدعم أو المشروعات بتاعتهم أو لكيفية أن هي تقول لهم تحسنوها إزاي وهكذا. فعملنا أيضا أن هو قدرنا نشبك من ضمن المسابقة، ان هو اللي بيكسب او في المراحل دي بنقدر نشبكه مع مؤسسات
معينه للتدريب للتاهيل حاجات فنيه، ثم طبعا بيقدر ان هو ياخد جوائز ماديه وماليه، وان هي بعد كده. طب معالي السفير بقى، ايه الاضافه اللي هيتم وجودها في الدوره الثانيه؟ طبعا استمرار اكيد مكتسبات نجاح الدوره الاولى، الجديد بقى في الدوره الثانيه. شوفي بكل صراحه وبناء على المداخله معاك السنه اللي فاتت، احنا حرصنا ان انت كنت تتملي بتقولي اهميه الشباب والاطفال يخشوا بطريقه معينه. الحاجه الايجابيه الاسبوع اللي فات قابلت معالي وزير التعليم العالي واتفقنا ان يكون للجامعات دور رئيسي في الدوره الثانيه. وبالتالي هو بعت طبعا رسائل وبعت لكل الجامعات، الجامعات وطالبي الجامعات والجامعات نفسها هيكون لها مشاركه قويه في هذه الدوره الثانيه، يقدموا المشروعات البيئيه اللي عندهم، مش بس الجامعات الوطنيه الاهليه، لا الجامعات برضه الاجنبيه او الخاصه الموجوده في مصر. هنحاول الاسبوع القادم ايضا خلال مقابله يعني ان شاء الله مع وزير التعليم ان نشوف ايه الدور، ودي كانت الفكره بتاعتك ان ازاي دور للمدارس نفسها. المدارس ان ممكن تكون مدرسه جنبها في حته فيها مخلفات، ممكن مدرسه عندها افكار طاقة، بيعملوا مشروعات متعلقة بالطاقة المتجددة، بالطاقة الشمسية، بطاقة الرياح، ان يكون برضو لهم دور، وده رسالة هامة بالنسبة للوعي البيئي. وحاجة مهمة استاذة داليا، ان الفكرة مش احنا ما بنعيش المشروعات دي بس عشان البيئة واللي هي مهمة في حد ذاتها، لا ده هي المشروع لازم يكون بيكسب منه صاحب المشروع، يعني ده بيدخل له دخل. ضمن المعايير نجاح المشروع ان هو يكون مشروع اقتصادي يبقى فيه استدامه، يقدر يتوسع، وبالتالي اللي عنده مشروع من خلال البرنامج بتاعك عنده مشروع شايف انه بيحل مشكله بيئيه، بيعمل اعاده المخلفات، اعاده التدوير، في فكره معينه، يخدم المحليات، يخدم المنطقه بتاعه، وفي نفس الوقت يجيب له فلوس يدخل له ده، انا بنحسه من خلال البرنامج انه يتقدم على الويب سايت والمنصه اللي حضرتك قلتيها اللي هي sgg.eg، وبالطريقه دي يقدر ان هو يبقى ليه فرصه انه يكسب، ويقدر فرصه ان هو يعرض المشروع بتاعه على المستوى المحلي والوطني والدولي، لان المشروعات دي في نهايه المطاف هتعرض زي ما سيادتك تفضلت في بدايه البرنامج في مؤتمر الكوب 28 في الامارات. زي ما عرضناها السنه اللي فاتت في مؤتمر شرم الشيخ، وعلى الجرين زون والبلو زون، وقدروا ان هم المتقدمين والفائزين على المستوى الوطني يتفاعلوا مع كل العالم من ناحيه المؤسسات الماليه والمستثمرين ويعرض مشروعه. المره دي برضه هيعرضوها في ديسمبر القادم في الامارات، وبالتالي يكون حققوا العالميه وعرضوا مشروعاتهم ويجيبوا تمويل لها، لان في الاخر يهمنا ان المشروعات دي تكبر وتكون حد ذاتها ناجحه وتكون نموذج ومثل للآخرين ان برضو يتفاعلوا يقدموا مشروعاتهم. بشكر حضرتك بشكل خاص معالي السفير هشام بدر، لانه حضرتك استجبت للدعوة بتاعتنا سواء كانت على الهواء او في مداخلة او مكالمة بيني وبين حضرتك بعد الهواء، انه حضرتك استجبت لفكرة ضرورة اشراك الاطفال والشباب في هذه المبادرة، لانه انا من خلال احتكاكي بالاطفال لقيت ان عندهم افكار جميله جدا، وافكار ليها علاقه في اطار الذكاء الاصطناعي، الابلكيشنز والحاجات اللي بيعملوها والجيمز، وعندهم افكار يعني جديده ومختلفه. وحضرتك اخذت الاقتراح وقلت لي انا هحطه في عين الاعتبار، وحضرتك فاجئتني دلوقتي على الهواء انه تم الاستجابه لهذه الدعوه. بشكر حضرتك كتير جدا جدا جدا، وبنيابه عن كل الشباب والاطفال اللي اكيد هيستجيبوا لهذه الدعوه بيشكروا حضرتك، لانه ده هيبقى حماس ليهم انه هم يقدموا افكار، لانه ولاد مصر عندهم افكار ومختلفين، ولما بيروحوا اي محفل او اي مؤتمر في اي مكان بيبهروا الناس بأفكارهم. وده حصل هنا على فكرة لما عملنا هنا إشراك الأطفال والشباب، انبهروا قوي بأفكارنا وأفكار مصر، ودايما مصر رائدة بهذه الأفكار. فبشكر حضرتك معالي السفير هشام بدر، طبعا يعني سعيدة جدا جدا بمشاركة حضرتك معايا وبهذا الخبر السعيد لكل الأطفال. السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، دعوة بقى أهو
رسمية لكل الشباب في الجامعات وللأطفال في المدارس إنه اللي عنده أفكار خاصة بالتغير المناخي وحلول هذه القضية أرجو إن أنتوا تخشوا على الموقع الخاص بهذه المبادرة اللي هو www.sgg.eg، ادخلوا قدموا على هذا المبادرة وإن شاء الله المشروع اللي هيكسب إن شاء الله هيتم الاهتمام بهذا المشروع وهيتم استمراره لكوب 28 في الإمارات. فطبعا دي دعوة ليكم كلكم، تحقق الحلم يا أطفال مصر، يلا بقى فكروا وابدعوا ورونا بقى أفكاركم، والولادي بقى يشرفوني إن شاء الله في هذه المبادرة.